مشاهدينا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. مصر تحصل على شهادة خلوها من الملاريا من منظمة الصحة العالمية تزامنا مع انطلاق أول حملة تطعيم باللقاحات الجديدة ضد الملاريا في العالم. ووسط مساعي عالمية من دول كثيرة للقضاء على هذا المرض الذي يقتل 600,000 شخص كل عام. فما هي الجهود التي بذلتها وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء على مرض الملاريا؟ وما هي الإجراءات الجديدة التي بدأت مؤخراً للقضاء على هذا المرض والحد من انتشاره؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيب عليها ونوضحها لحضرتكم من خلال هذه التغطية. استقبلت الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان وفد منظمة الصحة العالمية تمهيداً لحصول مصر على شهادة خلوها من الملاريا، حيث تمثل أسوان البوابة الجنوبية لمصر. وأكدت الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بأسوان اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية أولى وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030. وكان في استقبال وفد منظمة الصحة العالمية الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة في وزارة الصحة والسكان، وبرفقتها فريق من الوزارة والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، والدكتور ريمون بشرى مدير إدارة مكافحة الملاريا بالمديرية. ومن جهته أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان أنه تم استعراض جهود وزارة الصحة والسكان عقب انتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشادة من منظمة الصحة العالمية في القضاء على الملاريا نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا، ما قلل معدلات انتشارها بصورة كبيرة ومكن الدولة المصرية من إعداد ملف خاص تمهيداً لإعلان خلو مصر منها نهائياً. وجاء هذا الحدث تزامناً مع بداية أول حملة تطعيم بلقاحات جديدة ضد الملاريا في العالم، والتي بدأت يوم أمس، مما أثار الأمال في القضاء على المرض الذي ينقله البعوض في يوم من الأيام. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة دالي ميل البريطانية، سيتم توزيع ما يقرب من 30 مليون جرعة على مدى الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا بدءا من الكاميرون. كما تستعد أكثر من 12 دولة بما في ذلك أوغندا وكينيا وغانا للشروع في حملات التطعيم الخاصة بها في عام 2024. وأيضا أشاد كبار الخبراء بهذه المبادرة باعتبارها علامة فارقة في السعي المستمر منذ عقود لمكافحة الملاريا، وهو المرض الذي يقتل 600,000 شخص كل عام. وكان مرض الملاريا متواجد أيضا دائما في الملاعب ويشكل خطر على لاعبي كرة القدم عند سفرهم لبعض الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الملاريا. وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة سبق وتعرض 5 لاعبين من منتخب مالي لإصابة الملاريا، وهي كانت ضربة موجعة قبل مواجهة تونس في كأس أمم إفريقيا لعام 2023 حيث أصيبوا بمرض الملاريا. لذلك حرص دكتور أحمد جابالله طبيب فريق النادي الأهلي على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا السابق. وقام طبيب الفريق بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية. سبق وحذر قادة وزعماء إفريقيا من أن العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا خلال العقدين الماضيين بسبب مقاومة المبيدات الحشرية وتراجع فعالية الأدوية ونقص التمويل وتغيير المناخ.
وتتحمل إفريقيا العبء الأكبر من حالات الملاريا على مستوى العالم، وتمثل 96% من الوفيات الناجمة عن المرض وفقاً لبيانات عام 2021، وما يقرب من 80% من تلك الوفيات تحدث بين الأطفال من دون الخامسة. وشهدت موزمبيق على سبيل المثال ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بمرض الملاريا، كما سبق وأعلنت السلطات الإثيوبية في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن تفشي وباء الملاريا في ولاية أوروميا بعد مصرع العشرات بسببه خلال شهرين فقط. وأكد مسؤولون محليون أن تفشي مرض الملاريا أودى بحياة ما لا يقل عن 36 شخصاً خلال شهرين فقط في منطقتي بيجي وكوندالا في منطقة غرب وأوليغا التي مزقتها الصراعات في ولاية أوروميا الإقليمية. ويعتبر مرض الملاريا قابلاً كبيراً على القارة الإفريقية، فقد توفى في 2022 حوالي 580 ألف شخص في إفريقيا بسبب هذا المرض، ما يعادل 95% من الوفيات في جميع أنحاء العالم. والملاريا مرض يسببه طفيل ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة، ويمكن أن تشمل العلامات التحذيرية المبكرة الحمى والقشعريرة والصداع وألام العضلات والتعب والغثيان، وصغار السن هم الضحايا الأكثر لهذا المرض. ومع العلاج فإن معظم الحالات ليست قاتلة، ولكن في المرحلة الشديدة يؤدي المرض بسرعة إلى الوفاة، فيما تمت الموافقة على لقاحين للملاريا في السنوات الثلاث الماضية. مشاهدينا، في النهاية نؤكد أن العالم حاول خلال السنوات الماضية في التوصل إلى لقاح لعلاج الملاريا، والآن ولأول مرة في تاريخ الطب يتوصل العلماء إلى لقاح للملاريا لتبدأ أول حملة تطعيم باللقاحات الجديدة ضد هذا المرض في العالم. تمنياتنا بالسلامة للجميع. انتهت هذه التغطية، بشكر حضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.